السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير والصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضر معكم حلوات زمان ولا حلوات المراشم اللي كتعجب الجميع، أطفال صغار وكبار. كنتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم، بقاو معايا. إيما زيغان، السلام عليكم، تمنى خاتيري مارة مليح إن شاء الله، صحة صبحانت. نهار هذا الفيديو يعني غايطة المراشم، قيمتك كيدي تبع ما كيدي الفيديو. بسم الله على بركة الله نبدأ في الطريقة. كنحتاج 5 بيضات، غنستعمل 4 كاملين وواحدة غنستعمل غير البيض ديالها، والصفار غادي نحطها في الضبي غادي ندهن به الحلوة. ماش تورا مداني تلك 5 متجارين، 4 متجارين تلك خنت كمرنت يشتن تلك خشمرار مزوعة أو ورق تكسخ تزيز دهن خايطة خميرة كمرخ. هنا كنضيف مع البيض 2 أكياس من الفاني، يعني غدا نيته 2 فاني، 2 شيارين فاني، كاس ديال السكر سنيدة ولا سكر حبيبات، يعني تدي غير كاس ديال السكر. صافي كنطرب الطراب الكهربائي، إلا ما عندكش طراب الكهربائي استعمل اليدوي. بعد ما طربت البيض مع السكر مزيان كنضيف كاس ديال الزيت، يعني تاني غير كاس الزيت. من بعد ما كنضرب المكونات مزيان كنضيف معلقه كبيره غير مملوءه ديال حبه الحلوى، هادي عندها فوائد كثيرة، يعني تلقى غير جاش طبقة حبة الحلوى. وضفت ملعقة كبيرة ديال النفع، يعني جاش طبقة من النفع. من بعد ضفت 2 أكياس من خميرة الحلويات، يعني 2 شيارين من خميرة الحلويات زينة الكاطو. صافي وغنخلط مزيان وغنضيف الدقيق شوية بشوية. أنا ضفت الكاس الأول، غندق شويه شويه حتى تجي غير كاسه مزوه. من بعد غنضيف الكاس الثاني، هنا ضفت الكاس الثاني باش تورا ملي تجي غير كاس وسنايين. نشوف دي مخميت غير وحدي واها، يعني وتصور بو فيديو وتقربو ربع سركاس تخواها، اما لو مصور فيديو خصها تكي غير ربع سركاس باش تمشي غايه وين كيسان. كما قلت هنايا في الايام العاديه يعني كندير غير العبار هكاك، كندير غير بيدي وصافي بلا ما نحتاج ندير العبار بالكاس. انا درت لكم القياس بالكاس باش تعرفوا شحال، حيت كاين اللي كيبغي يدير داكشي بالقياس. انا درت هنا الكاس الثالث وهذا الرابع. المهم كنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه، ما كتبقاش تلصق ليا في يدي. هنا زدت الكاس الخامس، يعني 5 ديال الكيسان اللي خدات ليا. غيرداني تاع كاس ويس 5 عشتي وياي 5 كيسان. من بعد فاش غادي نحطها فوق البوطاجي باش نجمعها مزيان، يعني ما تبقاش تلصق ليا في اليدين، غادي نضيف شويه ديال الدقيق اللي كنجمع به. نتوما كتلاحظوا مازال كتلصق باش تسهل عليا فاش نسرح العجينه ما تبقاش تلصق ليا فوق سطح العمل. نتوما كتشوفوا كنزيد شويه ديال الدقيق وكنحاول نجمعها حتى كتجمع مزيان. داني تا مشيت ورا مع نيغ شويه شويه نوال ستك غزايس عشتيني جمع غزايس ما تفوت وير السقشة خني صافي اتف شفايات وصنع النيشة وتندق بويقس حطاس. وهنا صافي العجينة ديالي هي كتجمعات، صافي ما بقاتش كتلصق في اليدين ولكن العجينة رطبة. انا غادي نرشم بهاد المراشم اللي وريتكم في الفيديو، يعني تاني غادي نشتو ورا ما ديك غير شومه تانينا. صافي انا عدو نسرح حاجتي اني خبوطاجي ولا فوق سطح العمل، كنرش شويه ديال الدقيق وكندلك بالمدلك العجينه ديالي كنسرحها. نشتو ورا ما تنرش شويه نوان خبوطاجي عاد يسرح حاجتي اني. بالنسبه للعجينه فاش كنسرحوها ما كنرقوهاش بزاف بزاف وما كنخليوهاش غليظه، يعني كنديروا واحد نص سنتيم فيها
حيت مازال غتدخل الفران وغادي يضاعف الحجم ديالها غتنفخ. باش ني غدا نيتا خمي غنصار حاجتي واحد البوده زداد الطاس واحد تجي عاود بويكده اذا خميت غنصيفو فران اتوف تكليتي شنو زين سنتي مامو دي دي العرض النص. صافي كنبدا كنرشم. انا بديت بهذا الشكل هذا ديال النجمات هو كيجي زوين. صافي نبدا انا نرشم حاجتي ني نشوف ديك زي الشكله النجمه. صافي تكمل خص النجمه ديك الشكل ناني. المهم ديك ثلاثه الاشكال انا درت ثلاثه ديال الاشكال دابا تشوفوهم في الفيديو ان شاء الله. صافي كناخذ فاش كنرسم كناخذ هاد الشكيلات هادو اللي حصلت عليهم كنحطوهم في الطاوه ديال الفران مباشره اللي فرشتها بورق الفرن ولا ورق الطبخ باش تولي عندك الصغار شماط ني السفره تقدر ديسيني هنا غاسي تفغو فران افا سيني فتوغ السوغاس شيغض. وانا خديت عاوتاني هاد المرشم هادا باش نوع شي شويه هاد الاشكال يعني تقير شكل امور نفس الطريقه اللي درناها في الاول كنديروها في الثاني وفي الثالث نفس الطريقه. وبالنسبه لهاد العجينه اللي كتبقى ليا يعني كنقطعها كنجمعها كنديرها في واحد الكيس ديال البلاستيك وكنخليها جانبا باش تبقى ليا رطبه ما تنشفش. باش توري ملي تعشتي انك دغيما نجي غايطه نياشمه دكي دكيج البلاستيك نجمعيه مليح دكي دكيج البلاستيك باش شويه يصغ. وهنا غادي نخلط هاد الصفر ديال البيض اللي كنت احتفظت به سابقا نضيف ليه شويه ديال الماء الزهر لاني تا هو راه غنتمجاش نيتو غينكسر هذا سكر شويه ومن مزها اجس ندهن كاطون يعني غايطه. صافي كنخلطو بهاد الطريقه وغندهن به. من بعد ما دهنت هاد الحلوه كامله كندوز عليها بواحد الفرشات وكنبقى ندوز عليها هكا شكل ديال الخطوط كنشكل هاد الخطوط هكا كما بغيتو الاشكال داني تمشي توارام اواني ما دهن اختي غايطه ني سيغيج نفاشيطا خاص نسكمو مره دكدا يبريد ني باش هذا خصني نشكلي الصباح. صافي مباشره كندخلها للفران وكنحصل على هاد النتيجه هادي. صراحه كنعيا ندور على الحلاوي ندير هادي وندير هادي ولكن في الاخير كنرجع لهاد الشكل هذا. الحلوه الطبيعيه كتجي من السما بهذوك الاعشاب كتجي زوينه بزاف وحتى من الداخل كتجي مقرمشه ما كتجيش معجنه. ايما زيغن نوضه كان فيديو تمني غادي يعجب الفيديو فيديويا ويتتوم شاس يجن لايك يجن تعليق سبحان تمني غادي تجرب مغايته يا دوم تفهمش تورم دي فيديو. مع السلامه نلقاك يجن فيديو نهار ان شاء الله.